هذه الزيارة ثانية لإقليم الناظور، والزيارة ثالثة للجهة للوقوف عن مستوى ديال الخدمات الصحية والمرافق الصحية من المستشفيات ومراكز ديال الرعاية الصحية على مستوى الجهة وعلى مستوى إقليم الناظور. اليوم كانت مناسبة ديال تدشين مركز صحي حضري من المستوى الأول اللي تم إعادة البناء ديالو على مساحه ديال 600 متر مربع بميزانيه تقريبا ديال 3 مليون ديال الدرهم. وهذا المركز غيأدي الخدمات ديالو لساكنه الحضريه ديال الناظور، خمسه ديال الاحياء، يعني اكثر من 20,000 نسمه، خدمات ديال الطب العام، خدمات للام وللطفل، خدمات ديال التلقيح، خدمات للشباب كذلك في مجال التوعيه، وخدمات للمرضى السكري في كل المراحل ديالو، من التشخيص ديال المرض، التشخيص ديالو ديال اللي كيدار على 3 اشهر الهيموغلوبين غليكي، والتتبع ديال هذا المرض بالادويه، لا فيما يخص الصنف الف ولا الصنف جوج اللي كيحتاج لماده الانسولين. هذا المركز مجهز كذلك بصيدليه فيها يعني كل ما يتطلب يعني العلاجات الاوليه والامراض اللي يتم الكشف عنها على هذا المستوى. وغي يعمل بارتباط وبتنسيق قوي مع المستشفى الحسني في الحالات التي تستدعي التكفل بها على مستوى المستشفى لما يتعلق الامر باستشارات متخصصه. المستشفى الجديد ان شاء الله مبرمج، اولا نحن في طور الدراسات النهائيه، الصفقات المرتبطه بالاشغال الكبرى يعني يتم فتحها قبل نهايه السنه. نحن نجتهد لتعبئه الامكانيات، فالمشاريع بالجهه وبالاقليم يعني كثيره، هناك كذلك مستشفى زايو، هناك كذلك في اقليم الدرويش مستشفى لان كنشتغلوا فيه، فنحاولوا باش يمكن نعبئوا بشكل احسن الموارد باش ننطلقوا في اسرع وقت اشغال ديال هذا المستشفى، مع العلم ان المستشفى كياخذ وقت، وبالتالي ما ننساوش بانه في انتظار المستشفى خصنا نعطوا كل اهتمام للمستشفى الحالي في حكامته، في الامكانيات البشريه ديالو كيف يمكن نحفزوها، كيف يمكن كذلك ندعموه بالامكانيات والاجهزه اللي يحتاجها. وانا زرت هذا المستشفى واليوم نزوره مره ثانيه، وشفت مدى التعاون اللي كاين مع السلطات المحليه، مع السلطات المنتخبه، ومع المجتمع المدني اللي كيساعدنا كثير في مختلف الجوانب بما فيها الجانب ديال تعزيز هذا المستشفى بالموارد البشريه.